Hi there, I and my buddy Joe English are sending our regards and we continue lecture 36. We will uh, do a general English test on term one for second year secondary English. So let's share the screen and do that. Uh, عندنا النهارده امتحان uh, جديد uh, عام على الترم الاول ثانيه ثانوي uh, من جم uh, test final test 8. نشوف كده الجزء الاول من الاختبار اللي هو MCQ number one the new owners have changed the of the whole building يبقى يا ترى غيروا ايه يبقى the appearance يبقى نختار كده النون طبعا appear ديت يعني يظهر و appearance يعني مظهر و ظهر و apparent يعني الظاهر كذا يبقى احنا هنا نختار the appearance of the whole building يبقى بيه الاجابة الصحيحة طيب نختار نشوف السؤال الثاني I feel really about forgetting my wife's birthday again يبقى I feel إيه؟ I feel really guilty حاسس بالذنب إن أنا نسيت عيد ميلادها يبقى I feel really guilty طبعا شاي ما ينفعش و innocent والكلام ده كله هو هنا I feel guilty about forgetting my wife's birthday يبقى B الإجابة الصحيحة وبعدين نكمل بيقول شي must Uh, get upset يعني اكيد هي منزعجه عشان كده يبقى guilty هنا مش معناها guilty بمعنى مذنب بذنب يعني جرم يعاقب عليه القانون لكن هو شعور ان هو كان المفروض يفتكر التاريخ الميلاد طيب يبقى بي الاجابه الصحيحه طيب نمبر 3 the old woman her husband by only a few years اه يعني عايز يقول هو هي عاشت بعد جوزها بسنوات قليله يعني هو توفى وبعدين هي توفت بعده بسنوات قليله يبقى she survived يبقى the old woman survived اللي هي دي her husband by only a few years their relation was amazing كانت العلاقه اللي بينهم علاقه مدهشه آه يبقى اذا هنا الاجابه الصحيحه survived اللي هي دي ما ينفعش اقول dissolved يعني يتحلل وكولد يعني تسمى وكبت يعني احتفظت بيه كل ده غير صحيح دي هي يعني الاجابه الصحيحه للسؤال طيب سؤال رقم أربعة بيقول major changes have taken in the Egyptian society in the last few years عايز أقول تغيرات جذرية حصلت في المجتمع المصري في السنوات القليلة الماضية يبقى هي اصطلاح على بعضه have taken place كلمة take place يعني يحدث وبالتالي have taken place حدثت أو قد حدثت يبقى إذن بي ما ينفعش أقول إيه اغير بليس واجيب مكانها حاجه تانية اللي دي حاجات اصطلاحيه او ايديم زي ما قلنا تيك بليس معناها هابن او اوكر يبقى اذا هنا بليس بي هي الاجابه الصحيحه. طيب نختار نشوف السؤال رقم خمسه بيقول uh, we had a or an with the waiter about the bill as it was very high. يعني حصل بيننا وبين الويتر جدل أو يعني خناقة بسبب الفاتورة اللي كانت مرتفعة جدا يبقى we had an argument يبقى argument C معناه خلاف أو نقاش حد أو كده يعني يبقى we had a or an argument ما ينفعش أقول أي حاجة تانية تروس يعني معاهدة وتريتي برضه برضو معاهدة و يعني عراك أو ضرب كل ده مش مناسب argument معناه خلاف أو احتدام في الكلام يبقى C argument الإجابة الصحيح. We had an argument with the waiter. طيب سؤال رقم ستة. بيقول. You have to register to be able to post a or n in this website. يجب إنك أنت تسجل عشان تقدر ت يعني ترفع بوست في هذا أو تنشر بوست في هذا. آه الموقع او حتى آه تنشر ايه بقى كومنت كومنت يعني تعليق يبقى بوست ايه كومنت هنا معناها ينشر تعليقا يجب انك تسجل عشان تنشر تعليق يبقى بوست اي كومنت ايه هي الاجابه الصحيحه ما ينفعش اقول ايموجي او ابريفيشن اختصار او مارك يعني علامه الاجابه الصحيحه هنا اللي هي ايه كومنت كومنت يعني تعليق طيب السؤال رقم سبعة بيقول I'd like to know who اب all the mess after the party because it is not going to be me. Uh, هو عايز يقول مين اللي هينظف كل هذا هذه الفوضى بعد الحفله لان انا مش هعمل كده. يبقى هو will be cleaning يبقى ده زمن المستقبل المستمر حاجه هتحصل في المستقبل وهتستمر الفترة يبقى will زائد بي زائد فعل مضاف له ان جي. يبقى اذا سي الاجابه الصحيحه. هو will be cleaning تمام؟ will have cleaned ما ينفعش نجيب المستقبل التام هنا هي بتيجي بس في حالات لو جبت باي زائد آآ آآ زمن مستقبلي ممكن استخدم فيها المضارع التام اللي هي قصدي المستقبل التام لكن المستقبل المستمر زي will be cleaning هي الصح في الجمله دي اللي هي سي طيب الجمله رقم ثمانية بيقول <applause> this is a dangerous tour children accompanied by an adult ديت يعني جوله خطره يجب على الاطفال اللي هم يصطحبوا شخص كبير يبقى must be accompanied by an adult اللي هي دي يجب اصطحابهم عن طريق حد كبير او بالغ يبقى حق احد الابوين مثلا يبقى must be accompanied دي تدل على الالزام عشان هذه الجوله خطر يبقى دي الاجابه الصحيحه must be accompanied وهي مبنيه للمجهول طبعا طيب السؤال رقم تسعة بيقول Uh, we wash these tomatoes. They have already been washed. يبقى we don't have to مش 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 لازم علينا ان احنا نغسل الطماطم لان تم غسلها بالفعل. يبقى we don't have to wash these tomatoes. Don't have to ده تدل على عدم الالزام او عدم الحاجه لفعل شيء معين. يبقى don't have to اللي هي بي. طيب uh, السؤال رقم 10 بيقول the expensive holidays the expensive holidays are often the best عايز يقول يعني ان اقل اجازه في ناحيه التكلفه بتكون دايما هي الافضل من ناحيه النوعيه يعني يبقى عايز يقول the least expensive ديت صيغه التفعيل الثالثه وجايب least يعني اقل يبقى دي اقل تكلفه يبقى the least expensive holidays ما ينفعش اقول لسر او لس او ليتل هي الصيغه الثالثه ليست فيها اي اس تي وفي الغالب بيبقى قبلها ذا يبقى ذا ليست اكسبنسيف اللي هي ليه دي هي الاجابه الصحيحه طيب السؤال رقم 11 بيقول لي here is the weather forecast tomorrow dry and sunny اهو ديت النشره الجويه بيقول tomorrow will be dry and sunny استخدام will زائد الفعل للتعبير عن المستقبل بشكل عام، وهنا المستقبل بيدل عليه كلمه tomorrow، يبقى غدا سيكون جاف ومشمس. يبقى will be سي هي الإجابة الصحيحة. طيب السؤال رقم 12 بقول إيه بقى؟ you may be older than me, but that doesn't you are clever. واحد بيقول للتاني أنت ممكن تكون أكبر مني في السن، بس ده مش معناه أن أنت أكثر مني مهارة. يبقى أو أمهر منه يبقى that doesn't mean هذا لا يعني that doesn't mean وبالتالي إيه هي الإجابة الصحيحة ما ينفعش أقول doesn't supposed ولا meaning ولا سين كل ده غلط mean بعد الفعل اللي هو فعل من في هو فعل مساعد doesn't هجيب الفعل في المصدر بدون أي تصريف ولا إس يبقى that doesn't mean يبقى إيه هي الإجابة الصحيحة طيب السؤال رقم 13 بيقول لي had I realized what you intended اه uh, had هنا يبقى اكني بقول if I had realized يبقى ديت الايه الحاله ال ال condition 3 uh, من uh, if يبقى الجمله دي لازم يكون فيها would زائد have زائد التصريف الثالث يبقى I wouldn't have given my permission I wouldn't have given my permission يعني بيقول لي لو انا عرفت او كنت فاهم مقصدك ما كنتش ابدا اديتك الايه البرميشن انك تعمل كده يبقى ود زائد هاف زائد التصريف الثالث سواء منفي او لا أديت مش مشكله بس المهم التركيبه وود زائد هاف زائد التصريف الثالث يبقى سي الاجابه الصحيحه وليه اخترناها لان الجزء الاولاني فيها هاد والتصريف الثالث اللي هي الماضي التام وبالتالي الجمله الثانيه لازم اكون فيها وود زائد هاف زائد التصريف الثالث وزي ما قلنا هاد اي هي نفس معنى if i had realized يبقى سي الاجابه الصحيحه طيب نمبر 14 بيقول لي جلال ان اسيوط فور 10 ييرز ناو هي ليفز ان 알렉산دريا جلال ان اسيوط فور 10 ييرز ناو هي ليفز ان 알렉산دريا يبقى اقول uh, جلال lived ان اسيوط فور 10 ييرز لانه ما عادش عايش هناك هناك دلوقتي لو قلت هاز ليفد معناها ما زال مستمر في الحياه في اسيوط لكن اقول لك هو عاش في اسيوط لمدة عشر سنين بس دلوقتي عايش في اسكندرية يبقى يفضل هنا أستخدم الماضي البسيط لأن حدث تم وانتهى لو قلت مضارع تام يبقى لسه موجود ولسه عايش في أسيوط حتى الآن يبقى إيه أفضل في إجابة السؤال 14 طيب نختار السؤال 15 نشوف إجابته بيقول لي She tried to be serious but she couldn't help حاولت تكون جادة لكن ما قدرتش تتحكم في الضحك يعني She couldn't help laughing لازم بعد التركيبة دي couldn't help اجيب فعل مضاف له ING يبقى she couldn't help laughing ما قدرتش تبطل ضحك او تتحكم في الضحك طيب ننتقل للسؤال 16 بيقول لي اللي هو بداية القطعة نقرأ القطعة وبعدين نجاوب السؤال 16 being an only child there was not much that Sarah could do when she was alone سيرا كانت طفلة وحيدة ما كانش لها أخ ولا أخت وبالتالي ما كانتش بتعرف تعمل حاجة وقت ما تكون لوحدها بتبقى حاسة بالوحدة يعني Reading her books made her life seem so much more interesting. فقراءة بقى الكتب خلت حياتها أفضل أكثر إثارة وأكثر إمتاعا. She read so much that she earned the nickname bookworm. يعني قرأت كتب كتيرة جدا لدرجة إن إيه حصلت على اللقب اللي هي Bookworm يعني دودة كتب يعني عايز يقول شخص بيحب القراءة جداً أو بيقرأ كتير يعني Because of all the reading she, uh, that she did, her grasp of the English language was so good that no one in her level could ever beat her at it لدرجة أن هي بقى مستوى في اللغة الإنجليزية ممتاز جداً وحدش يقدر يتغلب أو يصل لهذا المستوى uh, اللي هي وصلت ليه

Uh, good imagination كان عندها خيال uh, واسع وخصب And could write very well كان بتكتب uh, بشكل ممتاز يعني. One day a surprise Waited for Sarah in school كان في uh, مفاجأة لسارة في المدرسة Her teacher had Shown some of her compositions To a friend of hers Who was a book publisher المدرسة بتاعتها ورد بعض الكتابات بتاعتها لشخص هو بيعمل ناشر للكتب The publisher was so impressed with Sarah's writing, and that he offered Sarah the chain, the chance to write her own novel. With that, Sarah wasn't so sure at first whether she had the talent to write a novel. But with her teacher's encouragement,

Uh, and author واكتشفت ان هي كانت عايزه تبقى تشتغل مؤلفه يعني. Sarah received a bat on the back from friends يعني uh, تشجيع من اصدقائها family وافراد الاسره uh, or coworkers والناس اللي شغالين معاها. She continued to develop her style of writing وظلت يعني تطور من اسلوبها في الكتابه and her own personal sense of pride and accomplishment. طيب دلوقتي نشوف بقى إجابة السؤال 16 بيقول وات آه آه what did Sarah do to make her life more interesting? كان بتعمل ايه؟ طبعا كان طفلة وحيدة ما كانش قدامها حاجة تعملها غير القراءة يبقى شي ريد بوكس اللي هي بي ما كانش لها أخ أو أخت تلعب معاهم فأي وقت فراغ كانت she read books كانت بتقرا الكتب. طيب number 17 Sarah was called bookworm أطلق عليها لقب دودة الكتب ليه بقى؟ عشان she loved to read اللي هي دي كانت بتحب القراءة جدا طيب إذا دي الإجابة الصحيحة طيب سؤال 18 <applause> How many brothers and sisters does Sarah have؟ يبقى الإجابة none ما كانش عندها لا أخ ولا أخت لأنها طفلة وحيدة يبقى دي none الإجابة الصحيحة طيب السؤال رقم 19 The phrase sold like hot cakes معناها إيه means A. The books were selling very well. لما تقول something is like uh, sold like hot cakes يعني بيتباع منهم كميات كبيرة جدا يبقى إذا إيه هي الإجابة الصحيحة طيب السؤال 20 the publisher uh, wanted to uh, publish their آه نكمل السؤال 20 آه الناشر آه أراد أن هو ينشر العمل بتاع سيرة عشان إيه Uh, she بي، she had a real talent in writing novel. كان عندها موهبة في كتابة الرواية وهو اتعرف على ذلك من خلال كتاباتها اللي هي المدرسة بتاعتها ورتها للناشر، يبقى بي، she had a real talent in writing، دي الإجابة الصحيحة. طيب السؤال 21 بيقول uh, "Sira was reluctant to write the novel at first because" يعني كانت يعني مش متحمسة في الأول ان هي تكتب الرواية، ليه بقى؟ عشان سي شي وازنت كونفيدنت شي كود دو ات ما كانتش واثقه ان هي تقدر تكتب يعني حاجه بالكم بتاعت الروايه يعني كتاب على بعضه هي ممكن تكتب كتابات قصيره بس ما كانتش متاكده ان هي تقدر تكتب حاجه بالحجم ده يبقى شي وازنت كونفيدنت شي كود دو ات اللي هي سي الاجابه الصحيحه طب السؤال 22 بيقول what is the best title of the passage يبقى افضل تايتل ممكن اقول سيراز نوفل الروايه بتاعت سيرة وازاي ان هي كتبتها ونشرتها لاول مره. طيب ننتقل بعد كده للسؤال 23: uh, uh, the writer believes that the role of the family is important because it دور الاسره مهم because ايه؟ بي it helps in improving their child's talent او talents بتساعد على تحسين التالنت او الموهبه بتاعت الاطفال لان الفاميلي او الاسره اول ناس بيلاحظوا موهبه الطفل وهم اللي عليهم المعول ان هم to improve the talent of their children، ان هم يساعدوا في تطوير موهبه طفله شو بقى السؤال الترجمه اللي هو 24. <applause> Everyone in society has a right to have their own opinions and beliefs. لكل الافراد في المجتمع الحق في ان يكون لهم آرائهم وافكارهم. تمام. هو المفروض اقول ارائهم ومعتقداتهم لان بيليفز معتقدات يبقى نستبعد ايه عشان كلمه افكارهم دي طيب بي كل فرد في المجتمع لديه الحق في ارائه واعتقاداته الخاصه تمام طيب in civilized societies there is no problem to be different from the others but it is a must to respect each other في المجتمعات المتحضرة توجد مشكلة في أن تكون مختلفة عن الآخرين لا ده هو بيقول لا توجد مشكلة يبقى نستبعد بي عشان ما الجملة دي طيب سي لكل فرد في المجتمع الحق بان يكون له احكامه لا ما قالش احكام دي هو بيقول اوبينيونز يعني اراء مش احكام يبقى نستبعد سي عشان كلمه احكام دي طيب دي لكل فرد في المجتمع الحق بان يكون له اراء ومعتقداته الخاصه ففي المجتمعات المتحضره ليس هناك مشكله ان تكون مختلفا عن الاخرين او مع الاخرين لكن من الضروري ان نحترم بعضنا يبقى دي هي الاجابه الصحيحه طب نشوف بقى الترجمة from Arabic to English اللي هي 25، بيقول لي: تناقصت مساحة الأرض الزراعية لاستخدامها في أغراض أخرى في كل أنحاء العالم، وأصبح لزاماً على العلماء البحث عن طرق جديدة لتوفير الغذاء للعديد من للعدد المتزايد من السكان. يعني نشوف إيه the amount of agricultural land المفروض اللي هي المساحة اللي هي ال area مش ال amount مش الكميه، يبقى إذا إيه هنستبعدها. طيب بي the area of agricultural land has decreased يعني تناقصت uh, all over the world because it's used for other purposes لحد كده صح. Scientists have to find new ways to provide food for the growing population. كده الترجمة بي هي الصحيحة. نشوف بقى سي المشكلة في إيه؟ The amount of agriculture طبعاً إحنا قلنا area أحسن إنه قال مساحة مش كم، يبقى إذا سي هنستبعدها عشان كلمة amount. طيب الجملة دي decreasing the area of agricultural land all over the world because هو قال هو إيه decreasing the area؟ أ, أ, يعني قال بس تناقص المساحة الأرض الزراعية بس، ما قالش تناقصت، يبقى تناقص كده مش هتبقى ترجمة كويسة. يبقى نستبعد دي وبناءً عليه هي بي هي الإجابة الصحيحة الوحيدة. اخر حاجه بنعملها يا جماعه في الامتحان هي الكتابه بنناقش بعض الافكار ونكتب كده باراجراف مع بعض The reasons why people travel abroad. إيه الأسباب اللي الناس بتسافر خارج البلاد؟ نكتب كده كم فكرة. Reasons why people travel abroad. تمام؟ نكتب مع بعض كده كم فكرة ليه الناس بتسافر بره للخارج يعني. يبقى إذا المطلوب مننا نكتب reasons why people travel abroad تمام بنشوف اول حاجه uh, people travel people travel abroad for studying يعني ده uh, نوع من الناس بيسافر بره البلد بتاعته عشان الدراسه وبعدين ممكن اقول people travel uh, abroad برضو سبب آخر for tourism في نوع آخر من الناس بيسافر من أجل السياحة والاستمتاع بمناظر جديدة وأشياء جديدة وبعدين في people travel abroad uh, for uh, work يبقى دي برضو فكرة تانية يبقى بعض الناس بيسافر من أجل الدراسة بعض الناس بتسافر من أجل tourism السياحة وأيضا في نوع بيسافر من أجل العمل نقول مثلا: uh, nobody nobody can deny that traveling has many benefits لا أحد ينكر أن السفر له فوائد عديد. Um, so uh, people travel outside their country outside their countries for different reasons for different reasons لاسباب عديد. مثلا uh, for example for example some travel abroad for studying, uh, for studying, for uh, with prestigious universities uh, such as Harvard in the U.S. أو أكسفورد يعني في المملكة المتحدة. يعني ناس كتير بتسافر من أجل الدراسة والدراسة الجامعية تحديدا في بريستيجيوس يونيفرسITIES جامعات مرموقة أو عريقة زي مثلاً هارفارد في الولايات المتحدة أو أكسفورد في بريطانيا أو المملكة المتحدة. others travel others travel for tourism. Uh, بيسافروا من أجل السياحة and uh, enjoying enjoying the uh, monuments and sites الأماكن الجديدة بالمشاهدة in other countries in other countries تمام uh, طيب في نوع ثالث من الناس أقول مثلا uh, moreover okay Uh, uh, others, others, moreover, others travel to find uh, better jobs. مثلا with uh, مثلا high salaries. وآخرون بيسافروا عشان يجدوا وظائف أفضل برواتب أعلى. فإحنا كده عملنا باراجراف على الاقل من الموضوع ممكن نكمل بعد كده بقى نطور الافكار ديت ونكتب افكار وامثله اخرى فموضوعنا كان عن reasons why people travel abroad السبب اللي الناس بتسافر خارج البلاد قلنا people travel abroad for studying بعض الناس بتسافر من اجل الدراسه people travel abroad for tourism من اجل السياحه ايضا احيانا بعض الاخر البعض الاخر يعني people travel abroad for tourism for work واخرون بيسافروا من اجل العمل. نشوف بقى الباراجراف اللي احنا كتبناه. Nobody can deny that traveling has uh, many benefits. ما فيش حد يقدر ينكر ان traveling له فوائد عديده. بالمناسبه كلمه traveling ممكن نعملها double L او L واحده. Uh, some people travel outside their countries for different reasons. الناس بتسافر بره بلادها لاسباب مختلفه. For example, some travel abroad for studying. البعض يسافر للخارج عشان الدراسه with prestigious universities في جامعات عريقه such as such as Harvard in the US or Oxford in the UK دي امثله للجامعات المرموقه يعني others travel for tourism واخرون بيسافروا من اجل السياحه and enjoying the monuments and sites in other countries ويستمتعوا بالآثار والاماكن الجديره بالمشاهده في الدول الاخرى Moreover, others travel to find better jobs with high salaries. والبعض الاخر بيسافر عشان يجد وظائف افضل برواتب اعلى. تمام يا جماعه؟ اذا في عندكم اي اسئله اكتبوا لنا في التعليقات وان شاء الله الفيديو القادم نحل امتحان اخر مع بعض. Thank you very much. I wish you all the best.